من عمري 15 سنة أحب السباحة وظل على المي أسبح. البي غارق طلعه، الطامس طلعه، يعني حسب قوتي. والحمد لله رب العالمين عمري 85 سنة. يعني من ما هالآن أحب أسبح وأحب أطلع الطامس، والهالآن ما قام يعني أقصر بشيء أبدا. 50 طعت كثير، يعني بالحوالي 100 وشوية، واللي أطلع البيروح فورا أعمل له تنفيس، أعمل له جهاز تنفس وأفضي من بطن المي، هذا حي. ولا ميت البي بعضهم ميتين يطمسون أطلعهم. احنا عدة مرات ننزل على النهر طبعا نتفرج على اللي يسبحون وعلى هالق بعالم قام تغرق، يعني اكثرية العالم قام. احنا ننصح العوائل ببعض مكانات ينسبح بها، ببعض مكانات ما ينسبح بها. وطبعا احنا ان الفخر يعني مشان حبابة عمرها 85 سنة اليوم تسبح وفيها عدة قوة وبتعبر النهر مرة ومرتين باليوم.